سلامتك يا شباب، شو اخبارك؟ سوي معكم سلو. اليوم جايب لكم السحب على الجيف واي اللي هو جيف واي ريسس باكات و الفايزين العشرة. صورت مقطع في برنامج اكشن ومدته يمكن 22 دقيقة، كله قاعد اسحب وادور وارسل رسالة لقناة الفايز ومدري ايش، وفي واحد صار كاتب كومنتين وشلته. ف اللي قدامكم هذه الاسماء الفايزين. ف ان شاء الله اذا كان نازل هذا المقطع بيكون كل واحد كلمته في الخاص، مو في الخاص، في انستغرام او تويتر حقه اللي حاطه. يعني يا ليت تردوا قبل يومين، اذا تاخرت عن يومين خلاص ما بشيلك من الفايزين وكذا، اللي ما راح اسوي لك بعدين. ف واذا بتزعجني او شيء وتقول انا والله ما كنت عند ذا، والله مو بذنبي، انا يعني انا بسويه خلال يومين، وبعد ذا اليومين بكون مشغول تقريبا، فعيد وما عيد واخر رمضان يب زبدة. اسماء فايزي قدامكم، ما احب اتاخر في المقطع، فبس هذا كان عندي اليوم. كاكس اللوم، يلا اشوفكم على خير.